السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. البنات اللي ما اشتركتش في قناتي تدخل وتشترك وتضغط على زر الجرس ليصلكم كل الجديد. دائما بوصفات رمضانيه كما وعدتكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعضنا اللحم في الفرن، يعني اللحم مشوي في الفرن كما راكم تشوفوا على الطاوله. اول حاجه واش راح نديرو هنايا، تقدروا يعني ديروا الفخذ ولا الكتف. انا خيرت رجيله صغيره نتاع الفخذ، هنا قصيتها على أربعة. هنا تقدروا ديروا يعني فخذ كامل، انا حبيت كل واحد وندير له المورسو نتاعو، قصيتو على أربعة هنا على حسب افراد العائله كما راكم تشوفوا هنايا، كل واحد والمورسو نتاعو. كما قلت لكم كما تقدروا تخليوا الفخذ يعني كامل. هنا نحيتو شويه الشحمه باسكو الفخذ تاعي هذا وشويه مشحم، وكيما راني كيما راكم تشوفوا في المرسوخ واحد خليت فيه شويه الشحمه باش يعني يتلقى لنا ديك البنه هذيك واللحم تاعنا ما يشيحش. كيما راكم تشوفوا هنايا هذا هو اللحم تاعي بعد ما غسلته وقصيته. دوكا راح نبداو في التتبيله نتاعو. كيما راكم تشوفوا واش نحتاجو في التتبيله، انا ما حبيتش يعني نديرو التوابل بزاف. هنا نحتاجو الملح والثوم، فلفل كحل والاكليل الجبلي وشويه تاع كمون خضر وزيت الزيتون بطبيعة الحال. نشتي نطيب بها زيت زيتون ولا سيغتو يعني لهذو تاع المشاوي، نحب ندير زيت الزيتون افضل من زيت المائدة. هنا كيما راكم تشوفوا حطيت زيت الزيتون ومن بعد نزيد التوابل المذكورة اللي ذكرتها لكم، نحركهم مليح مليح ومن بعد نمارينيو به اللحم تاعنا. هنا بيان سور اللحم بعد ما غسلته وقصيته كيما قلت لكم، دوكا راح نمارينيوه ونخليوه ليله كامله. اذا درناه مع الصباح يعني للعشاء نديروه حتى مع الصباح ونطيبوه في العشاء، واذا كان للغدا نديروه في الليل ونطيبوه في الغدا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا نبدا نتبل في اللحم نتاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا هذا كان عشانا نتاع نهار اليوم، ولا غير خممت فيكم قلت خلي ننزلوا فيديو باش يشوفوه باش يقدروا يديروا حتى في رمضان. سورتو يعني في رمضان نحبوا دائما الطبق الثاني يكون شويه بريزونطابل، ولا يكون يعني كيما نقولوا حنا تاع الحم ولا جاج ولا كيما مالفين نديروا الاطباق تاعنا سورتو يعني دوزيام بلا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا نبدا نتبل فيه ونخليه يعني بعد نديرو شويه بالموس، نثقبو بالموس باش يعني يشرب التتبيله تاعو كامل تشرب كيما راكم تشوفوا هنايا. كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه انا كنت يعني حطيت في قناتي درت اللحم مشوي في الفرن، ولكن درت المسلان بنفس يعني المكونات بنفس الطريقه وجاء بنين ولا اروع. كيما راكم تشوفوا هنا كيما قلت لكم نخليوه ليله كامله، من بعد واش نديرو نحطوه في ان بلا، نحطوه يعني في الفور بيان سور، نقفلو عليه من هنا. نحب من الاول ندير البابي تاع الزبده هذاك ومن بعد ندير الالومنيوم، خاطر كي نحطو الالومنيوم وحده يعني هنا الالومنيوم او غير صحي. البنات اول حاجه واش نديرو لازم نديرو الساع الورق الزبده الاول ومن بعد نديرو الالومنيوم احسن. كيما راكم تشوفوا هنا راح نغلفو دوكا كيما قلت لكم بورق الزبده ومن بعد ندير فوقهم البابي الومنيوم. انا ما عنديش بابي الومنيوم يعني فضلت نديرو بورق الزبده هكذا كيما راكم تشوفوا هنا، وندخلو في الفرن نخلي يعني يطيب حتى نشوفوه يعني بدا يعني يطيب مليح، نحبو يطيب مليح. من بعد واش درت هنايا، درت بطاطا، جبت البطاطا بعد ما غسلتها وقصتها على اربع قطع، هنا فورتها مع الزروديه كيما راكم تشوفوا هنايا، ومن بعد درت لها شويه من العطريات كيما درت لها شويه زعتره شويه فلفل كحل والملح ومن بعد صوتيتهم. هنا كيما راكم تشوفوا هذا هو الطبق تاعي مع اللحم تاع الزبده، صوتيتو كيما قلت لكم مع البطاطا والزروديه والطماطم وحطيته على هذه الطريقه هذه. انا نحب يعني كل واحد مع ولادي كل واحد يحب يعني الصحن نتاعو الطبق نتاعو وحده. فوالا هذا هو زدت درت معاه رخصيص سلطه مشروبات كيما راكم تشوفوا. هذا هو يعني الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم وفي وصفات رمضانيه اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الكثير من التصنيعات التقنية جدا جدا وبذرة